محاضرة بعد أيضا حنتناول فيها مثل ما بعثت لكم الإيميل، حنتناول فيها صفوف الانتظار. إذا محاضرتنا اليوم هي مشاكل التخصيص والتعيين. طبعا مشاكل التخصيص والتعيين هي إحدى الحالات الخاصة لمشاكل النقل، ولكن تختلف عن النقل بأن عملية التخصيص هون بتتم على أساس تخصيص عامل واحد لعمل واحد فقط. يعني أنا بدي أحدد اليوم أفضل توزيع. يعني كثير أحياناً بيكون عندنا في الشركات مثلاً 3 مهندسين وبالمقابل عندي 3 مشاريع، فأنا أي مهندس بدي أحطه لأي مشروع؟ يعني المهندس الأول للمشروع الأول وللمشروع الثاني وللمشروع الثالث. طبعا العملية ليست عشوائية مثل ما نحن بنعرف نفكر، لأنه لكل مهندس أو لكل مشروع له تكلفة. بمعنى المهندس الأول إذا حطيته لإدارة المشروع الأول فهذا مكلف، تكلفته بتختلف لو حطيته لإدارة المشروع الثاني، والتكلفة بتختلف أيضا لو حطيته لإدارة المشروع الثالث، وهكذا. إذا هي تتعلق بتحديد أفضل توزيع كتوزيع المدراء على المشاريع أو الباعة على المناطق الجغرافية أو العقود على المتعهدين أو الأعمال على الآلات أو إلى آخره. الهدف هو تخفيض التكاليف الكلية لعملية التخصيص أو حتى الزمن الكلي. إذا هي حالة خاصة مثل ما حكينا من حالات مشاكل النقل، ولكن بمشاكل النقل يعني الفرق إنه مشاكل النقل ممكن يكون عندي 3 مراكز عرض و10 مراكز طلب، تمام. ولكن هون تمام هون بدي أخصص عامل واحد لعمل واحد، تمام. يعني عندي 3 عمال بيكون عندي 3 مهام، تمام. إذا هي المشكلة بتدور حول تخصيص عدد معين من العمال إلى نفس العدد، لاحظوا إلى نفس العدد. لذلك نحن بنعبر عن مشكلة التخصيص بمصفوفة مربعة. شو يعني مصفوفة مربعة؟ دائما المصفوفة المربعة هي بيكون عدد الأسطر بيساوي عدد الأعمدة، مظبوط؟ هيك أخذتوها. إذا عدد الأسطر بيساوي عدد الأعمدة، يعني لما بقول مصفوفة مربعة رتبتها 5، شو يعني؟ يعني عدد الأسطر 5 وعدد الأعمدة 5، تمام؟ مو مربعة يعني 4 بـ4، تمام؟ إذا مربعة يعني عدد الأسطر بيساوي عدد الأعمدة دائما، ممكن يكون عندي 7 أسطر و7 أعمدة، بقول مصفوفة مربعة رتبتها 7، تمام؟ دائما بمشكلة التخصيص، دائما بمشكلة التخصيص في عندي إذا صفوف وفي عندي أعمدة. إذا في عندي صفوف وفي عندي أعمدة، دائما الصفوف صف أول، صف ثاني، صف ثالث إلى آخره، الصفوف بتمثل لي الوسائل، تمام؟ الوسائل يعني عمال، أجهزة، ممكن أفراد مخصصة لهم، بينما الأعمدة بتمثل لي المهام أو الوظائف الواجب تحقيقها، تمام. إذا عندي مثلا عامل واحد، عامل اثنين، عندي مهندس واحد بالصفوف أو جهاز واحد جهاز اثنين. والمهمة شو هي؟ المهمة أو الوظيفة هي مثلا مشروع واحد مشروع اثنين، أو آلة واحد آلة اثنين إلى آخره. إذا هي الوظيفة، تمام، محطة بالأعمدة. إذا الأرقام داخل المصفوفة هي مثل في جدول النقل تقريبا، هي الأرقام بتمثل الناتج عن التقاء الصف مع العمود، هي عبارة عن التكاليف، تمام. إذا هي نقاط التقاء الصف مع العمود بسميها، تمام، تكاليف كلها. لذلك سمي هي المصفوفة مصفوفة التكاليف. الآن طريقة التخصيص أو مشكلة التخصيص تستند على 4 فرضيات، تمام، أو خصائص. خلينا نقول أول خاصية أن عدد الوسائل بيساوي عدد المهام، لذلك هي مصفوفة مربعة.
يعني دائما عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، هي أول خاصية. اثنين، كل وسيلة، تخصيص كل وسيلة لمهمة واحدة فقط، يعني لا يمكن تكليف شخص واحد القيام بأكثر من مهمة. يعني أنا عندي 3 مشاريع وثلاث أو 3 مدراء أو مهندسين، وعندي 3 مشاريع، تمام؟ ما بصير مشروع المدير الأول يتولى مهمتين أو مشروعين، هذا ما بصير. أو ما بصير مثلا، أو مثلا ما بصير مشروع واحد يتولى مهندسين أو مديرين، واحد لواحد، يعني واحد لواحد، بالإضافة إلى عندنا التكاليف معروفة سابقا، يعني تكلفة تعيين المدير الأول للمشروع الأول بعرف قديش تكلفة، تكلفة تعيين المشروع المدير الثاني للمشروع الثاني بعرف قديش، أو المدير الأول للمشروع الأول بعرف قديش تكلفة، المدير الأول للمشروع الثاني بعرف قديش تكلفة، ولكن هون بقى بدي خصص، وبالإضافة إلى شرط عدم السلبية اللي هي كلها من البرمجة الخفيفة. الآن شو عندي طرق لحل مشاكل التخصيص؟ عندي أكثر من طريقة لحل مشاكل التخصيص، عندي في الحقيقة مجموعة طرق. في عنا طريقة العد الكامل والطريقة الهنجارية اللي نحن فقط حنقتصر دراستنا على هالطريقتين، تمام؟ إذا راح تقتصر دراستنا على هاي الطريقتين، الطرق الثلاثة والأربعة ما حنتناولها لصعوبة حسابها طبعا، بتاخذ فترة زمنية طويلة. إذا الطريقة الأولى طريقة العد الكامل، شو يعني؟ طريقة العد الكامل هي الطريقة هي من أبسط الطرق المستخدمة في حل مشاكل التخصيص، تعتمد على عدد المرات أو عدد أو تعداد جميع بدائل التخصيص المحتملة. يعني أنا شو في عندي بدائل تخصيص، وبالنهاية بختار التخصيص اللي بيعطيني أقل تكلفة. يعني قديش عندي بدائل، جميع البدائل، أول شيء بحسب البدائل. هلا بناخذ مثال وبتفهموا كل شيء. البدائل كم بديل عندي؟ البدائل هلا إذا عندي مصفوفة، جدول التخصيص هو عبارة عن مصفوفة رتبتها 3، يعني 3 أعمدة و3 أسطر، فالبدائل هي 3 عاملة، والعامل بتعرفوا شو هو؟ التوافيق، 3 ضرب 2 ضرب 1، تمام؟ شو بيساوي؟ بيساوي 6 بدائل. إذا أنا عندي 6 بدائل، تمام؟ هلأ خلينا ناخذ مثال. إذا توفر لدينا 3 أجهزة لإنجاز 3 وظائف مختلفة، إذا عندي 3 أجهزة، لاحظوا، وعندي 3 وظائف، وأعطيت لنا المعلومات الواردة في الجدول الآتي عن تكاليف إنجاز هذه الوظائف، إذا هذول تكاليف على الأجهزة، مطلوب استخدام طريقة العد الكامل لتحديد أفضل تخصيص. هلا لاحظوا، أول شيء حأحكي شوي عن الجدول. في عندي 3 أجهزة، لاحظوا بالأسطر هي موجودة، يعني 3 وسائل، إذا هي عندي الوسائل هون، ولاحظوا بالمقابل عندي 3 وظائف مهام موجودة بالأعمدة. هون التكاليف شو يعني؟ يعني أنا لو خصصت الجهاز A لإنجاز المهمة الأولى حيكلفني 19، ولو كلفت أو خصصت الجهاز A لإنجاز الوظيفة الثانية قديش حيكلفني؟ 11. ولو خصصت الجهاز A للوظيفة الثالثة حيكلفني 17. السطر الثاني، لو خصصت الجهاز B لإنجاز الوظيفة الأولى حيكلفني 13، ولو خصصت الجهاز B لإنجاز الوظيفة الثانية حيكلفني 7.
ولإنجاز الوظيفة الثالثة حيكلفني 11 وهكذا. تمام؟ إذا لاحظوا هاي التكاليف، وبالتالي أنا بدي أوجد أفضل تخصيص، يعني أي لأي وظيفة، ولكن بشرط جهاز واحد لوظيفة واحدة. تمام؟ يعني ما بصير التكرار، ممنوع التكرار أبداً. تمام؟ إذا أول شيء أنا حسب هذه الطريقة بدي أحسب استخرج عدد البدائل. قديش عندي عدد البدائل المحتملة هون؟ قلنا أن عدد البدائل هي قديش عندنا الرتبة المصفوفة هون؟ ثلاث أسطر، ثلاث أعمدة، إذا رتبتها ثلاثة، إذا ثلاثة عاملة. إذا وبالتالي عندي هون ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد. تماما، عندي ست بدائل. هلا الخطوة الثانية، بعد ما استخرجت البدائل حسجل عمليات أو احتمالات تخصيص. يعني لاحظوا، أول احتمال هي عبارة احتمالات، تمام؟ يعني A للوظيفة الأولى، تمام؟ هذا أول احتمال. B للوظيفة الثانية، لاحظوا بدي أتجنب عدم التكرار. B للوظيفة الثانية. C للوظيفة الثالثة. تمام؟ إذا لاحظوا هلا إذا A للوظيفة الأولى قديش حيكلفني 19، وB للوظيفة الثانية حيكلفني 7، لاحظوا، وC إلى الوظيفة الثالثة حيكلفني 13. هلا إذا جمعتهم حيطلع عندي 39 مجموع التكاليف الكلية. تمام؟ مو بالضرورة بالترتيب يا آلاء، لاحظوا هذا اسمه بديل أول، A لواحد، B لاثنين، ما قلنا نحن عندنا ست بدائل. هلأ بيجي للبديل الثاني، شو ممكن عندي بديل ثاني؟ إذا البديل الأول هو 39، البديل الثاني تمام؟ إنه A لواحد، B لثلاثة، وC لاثنين، شايفين كيف؟ تمام؟ إذا A لواحد، B لثلاثة، وC لاثنين. تمام؟ هلا A لواحد 19، B لثلاثة حيكلفني 11، تمام؟ وC لاثنين حيكلفني، C لاثنين حيكلفني 5. عم نفهم كيف؟ هلا هاد بديل ثاني، بحسب قديش تكلفته. نجي للبديل الثالث، تمام؟ ممنوع التكرار. تمام؟ A لاثنين، B لواحد، وسي لثلاثة. تمام؟ كمان هذا بديل ثالث، بديل رابع، بي لواحد، اي لثلاثة، سي لاثنين، وهكذا. لاحظوا بجمع كل البدائل وبحسب التكلفة. لاحظوا هاي البديل الأول تكلفته 39، البديل الثاني بجمع التكلفة 35. لاحظوا شو هو أقل تكلفة طلع عندي؟ طلع عندي بشوف 33 هي أقل تكلفة، وبالتالي هو البديل 4 اللي هو A ل 2، عفوا A ل 2، B للوظيفة الثالثة، و C للوظيفة الأولى. تمام؟ إذا لاحظوا هي عملية احتمالات، وبالتالي هون عندي 6 بدائل. تمام؟ إذا هي طريقة العد الكامل، طريقة العد الكامل بنسميها. إذا لاحظوا هي طريقة كثير بسيطة، ولكن وين مشكلتها؟ مشكلتها إنه لو زاد الصفوف والأسطر والأعمدة، يعني لو كان عندي 6 أسطر وست أعمدة حيطلع عندي 6 عاملة، يعني كم بديل؟ يعني 720 بديل. واضح؟ إذا هي الطريقة إنها يعني من عيوبها إنها تستخدم فقط لإيجاد الحل الأمثل بالمسائل ذات المتغيرات القليلة. يعني أنا بعد الأربعة
يعني بعد أربعة أو خمسة، الأربعة ما فوق يعني أربع أسطر وأربع أعمدة بتصير غير كفؤة، يعني بصير بدها وقت كتير طويل. تمام، راح الصوت. طيب إذا شو كنا عم نحكي؟ عم نقول إنه هذه الطريقة، طريقة العد الكامل، يعني تستخدم فقط للمشاكل ذات المتغيرات القليلة، يعني خلينا نقول أقل من أربعة. أما أربعة فما فوق، يعني أربع أسطر وأربع أعمدة وما فوق، تصير غير كفؤة. تمام؟ يعني بصير في عندي كثير بدائل، 720 بديل لمصفوفة عدد أسطرها ستة وعدد أعمدتها ستة، إذا بتصير غير كفؤة. لذلك تم تطوير طريقة ثانية أو أسلوب آخر هو أكثر كفاءة من الأسلوب القديم أو السابق. تمام؟ أكثر كفاءة بشو؟ بإيجاد الحل الأمثل لمشاكل التخصيص. سمي هذا الأسلوب أو الطريقة الطريقة الهنغارية. طبعا ليش سموها طريقة هنغارية؟ لأنه اللي اكتشفها لهي الطريقة أو هذا أو اللي وضع هذا النموذج أو هذه الطريقة هو دكتور أو عالم رياضيات هنغاري. تمام، حتى اسمه دكتور كوينغ. هذا العالم وضع طريقة سميت بالطريقة الهنغارية لأنه هو هنغاري الأصل. تمام، هي الطريقة يعني قادرة على التعامل مع المشاكل ذات المتغيرات الأكبر. تمام، يعني ما في حاجة إني هون قارن ما بين البدائل. تمام، أعطى طريقة ونموذج سماه الطريقة الهنغارية، ولكن هذه الطريقة تعتمد على أسلوب تنقيس المصفوفة. هلأ بنشوف شو يعني تنقيس المصفوفة. يعني إذا طرحنا أو أضفنا قيمة ثابتة من جميع عناصر الصف أو العمود لمصفوفة التخصيص، فالتكلفة الإجمالية لكل بديل ستنقص أو تزداد بمقدار القيمة الثابتة المطروحة أو المضافة. هلأ ماذا يعني ذلك؟ خلينا نشوف خطوات أول متبعة في تطبيق الطريقة الهنغارية. عندي مصفوفة التخصيص. تمام، مهما كان عدد الصفوف وعدد الأسطر، أول خطوة إيجاد مصفوفة طرح الصفوف. شو يعني؟ يعني بيجي على كل صف وباخذ أقل قيمة موجودة في كل صف وبطرحها من قيم ذلك الصف ولجميع الصفوف. يعني كل صف بختار أقل قيمة فيه وبطرح منه باقي الصف من هذه القيمة. بعد ما بطرح الصفوف تتشكل عندي مصفوفة جديدة، من المصفوفة الجديدة بطرح بوجد مصفوفة طرح الأعمدة. يعني باخذ أقل قيمة في كل عمود وبطرحها من قيم ذلك العمود وذلك لجميع الأعمدة. تطلع عندي مصفوفة جديدة، هي المصفوفة الجديدة فيها عدد كبير من الأصفار. هي الأصفار بدي غطي، إذا بدي غطي الأصفار بالمصفوفة الناتجة من عملية طرح الصفوف والأعمدة بأقل عدد ممكن من الخطوط الأفقية والعمودية. تمام؟ بعدين اذا هون انا عم بختبر امثاليه الحل بقى. هلا اذا كان الخطوه الرابعه، اذا كان عدد الخطوط لغطية الاصفار سواء كانت افقيه او عموديه مساويا لعدد الصفوف او الاعمده، يعني مساويا لرتبه المصفوفه، فنقوم بعمليه التخصيص. يعني نقول انه الحل امثل. اما اذا لم يتساوى فبنحسن الحل وهلا بناخذ امثال. هذا مثال على ذلك. هلا تعالوا ناخذ مثال عن الطريقة الهنغارية. هي المصفوفة السابقة، نفس المثال السابق اللي حليناه بطريقة العد الكامل أو بطريقة التوافي. الآن
هذه المصفوفة بدنا نحلها بالطريقة الهنجارية. لاحظوا عدد الأسطر بيساوي عدد الأعمدة دائما. الآن الطريقة بتقول أول خطوة إيجاد مصفوفة طرح الصفوف، يعني الصف الأول، لاحظوا هذا السطر الأول وين أقل رقم فيه؟ 11. إذا بدي أطرح باقي قيم الصف الأول من 11، يعني 19 ناقص 11 تمام قديش؟ 8. لاحظوا 11 ناقص 11 صفر، 17 ناقص 11 طبعا نبدأ بالقيمة المطلقة، 17 ناقص 11 6. بنتقل إلى الصف الثاني، أقل قيمة موجودة في الصف الثاني أو بالسطر الثاني هي 7، هأطرح منها باقي قيم الصف تمام؟ 13 ناقص 7 6 تمام؟ 7 ناقص 7 0، 11 ناقص 7 4. بنتقل للسطر الثالث، أقل قيمة موجودة في السطر الثالث هي 5، هأطرح منها باقي قيم الصف الثالث، 11 ناقص 5 6، 5 ناقص 5 0 تمام، 13 ناقص 5 13 ناقص 5 8 تمام. هي بسميها مصفوفة طرح الصفوف. الآن من هي المصفوفة الجديدة حأوجد مصفوفة طرح الأعمدة، يعني العمود الأول مصفوفة طرح الأعمدة، العمود الأول أقل قيمة موجودة فيه هي 6، فبطرح باقي العمود الأول من 6 حتى لو تكرر تمام. 8 ناقص 6 2 حطه هون، 6 ناقص 6 0، و 6 ناقص 6 أيضا 0. العمود الثاني كله أصفار ما بيتغير، بضل 0 0 0. العمود الثالث أقل قيمة فيه هي 4، فحأطرح منها باقي القيم، 6 ناقص 4 2، 4 ناقص 4 0، و 8 ناقص 4 4 تمام. إذا لاحظوا هي مصفوفة طرح الصفوف ومصفوفة طرح الأعمدة بالأزرق تمام. هلا إذا نشوفوا كيف صارت المصفوفة، هي هي المصفوفة تمام، هي هي مصفوفة طرح الأعمدة لاحظوا تمام. لهون في سؤال، الآن بعد مصفوفة طرح الأعمدة مثل ما قلنا الخطوة الثالثة، بدي اختبر الآن أمثلية الحل. أمثلية الحل تكون بتغطية أكبر عدد ممكن من الأصفار الموجودة في الصفوف والأعمدة تمام بأقل عدد ممكن من المستقيمات الأفقية والعمودية. هذا يعني تعالوا نبحث عن السطر أو العمود اللي فيه أكبر عدد من الأصفار. لاحظوا في عنا السطر الثاني فيه 3 أصفار تمام، هغطيه، أو العمود الثاني تمام، في عنا العمود الثاني فيه 3 أصفار والسطر الثاني فيه 3 أصفار تمام. فأنا ما بتفرق، يا بغطي هذا يا بغطي هذا، بمعنى هآخذ السطر الثاني، لاحظوا غطيته كله بمستقيم واحد تمام. الآن أيضا عندي أصفار، لاحظوا الغرف المصفوفة وين عندي أيضا أكبر عدد ممكن من الأصفار، لاحظوا عندي العمود الثاني في صفرين والسطر الثاني الثالث في صفرين. هلا يفضل دائما اني غطي باعمده واسطر، يعني
يعني بمستقيمات افقيه وعموديه، يعني ما بصير كلها تصير افقيه، ما بصير غطي الاصفار كلها بمستقيمات افقيه فقط، بدي مستقيمات افقيه تمام وعموديه معا. اذا عندي هلا الصف العمود الثاني في عندي صفرين، لاحظوا بغطيه تمام. وين ضل عندي؟ لسه عندي صفر وحيد بغطيه هلا، يا بعمود يا بسطر ما بتفرق، اغطيه بسطر افقي، ضل عندي اصفار. اذا اول شيء انا ببحث عن اكبر عدد من الاصفار ان كان بالسطر او العمود بغطيه فورا تمام. لاحظوا كم مستقيم طلع عندي؟ ثلاث مستقيمات صح؟ اذا عندي ثلاث مستقيمات، لاحظوا غطيتها انا، اذا ثلاث مستقيمات. طيب قديش رتبة المصفوفة؟ قديش رتبة المصفوفة هون بالاساس؟ ثلاثة. اذا ثلاثة بيساوي ثلاثة، اذا الحل امثل. عم تسمعوني شباب؟ اذا الحل امثل. اذا كان عدد الخطوط المستقيمة مساويا لعدد الصفوف او الاعمدة، فنقول اننا توصلنا الى الحل الامثل، لذلك اقوم بعملية التخصيص. تمام؟ هلا عملية التخصيص كيف بتتم؟ طبعا اذا ما كان الحل امثل بدي احسنه. هلا كيف بتتم عملية التخصيص؟ بختار الان من هي المصفوفة الصف أو العمود الذي يحوي على قيمة صفرية وحيدة. إذا ببحث عن صفر وحيد إما في صفه أو في عموده، وين في عندي قيمة صفرية وحيدة بالصف أو العمود؟ وين؟ لاحظوا سطر أول، هذا الصفر وحيد بالسطر الأول، لاحظوا صح. إذا هذا شو بيمثل لي؟ بيمثل لي A2، يعني أنا حخصص جهاز A لشغل الوظيفة الثانية. تمام؟ لشغل الوظيفة الثانية. وبظلل سطر A، لاحظوا، بظلل سطر A وعمود 2، ما عاد برجع له. تمام؟ من جديد ظهرة المصفوفة، أبحث من جديد عن صفر وحيد إما في صفه أو عموده. إذا لاحظوا بالمصفوفة الصغيرة وين في عندي لسه صفر وحيد في صفه، سطر ثالث، وين هذا؟ تمام، هذا صفر وحيد، لاحظوا سطر ثالث بيمثل لي سي واحد، جهاز سي إلى الوظيفة واحد، وبظل سطر سي وعمود واحد، ما عاد برجع له. تمام؟ ظل عندي صفر وحيد، ما ظل غير بيمثل لي بي ثلاثة، إذا بي ثلاثة، خصص الجهاز بي للوظيفة الثالثة، وبظل سطر بي وعمود ثلاثة، انتهت المسألة. ضل عندي فقط ارجع للمصفوفة الرئيسية، يعني للجدول الأساسي بالمثال، وبقول إذا خصصت A للوظيفة الثانية قديش حتكلفني؟ إذا خصصت A للوظيفة الثانية حيكلفني 11، رجعوا للمصفوفة الأساسية، الجدول الأساسي. وإذا خصصت C لواحد للجهاز او للوظيفه الاولى حيكلفني ايضا 11، واذا خصصت ب للوظيفه الثالثه ايضا حيكلفني 11، بجمعهم بيطلع عندي 33، وهي التكلفه الاجماليه لافضل عمليه تخصيص، وهي نفسها اللي طلعت معنا بطريقه العد الكامل. إذا بوجد أولا مصفوفة طرح الصفوف، بعدين بوجد مصفوفة طرح الأعمدة،
بعدين بغطي اكبر عدد ممكن من الاسفار، ببحث عن السطر او العمود اللي فيه اكبر عدد من الاسفار وبغطيه بمستقيمات افقيه وعموديه. تمام؟ يعني طبعا هون ملاحظه انه لا يجوز تغطيه كل الاسفار من خلال رسم خطوط افقيه فقط او عموديه فقط، بدي نوع. تمام؟ واذا كان عدد الخطوط المستقيمه اللي غطت الاسفار مساويا لرتبه المصفوفه، يعني مساويا لعدد الاعمده وعدد الاسطر، فنقول ان الحل امثل ونقوم بعمليه التخصيص. تمام؟ التخصيص يتم بالبحث عن سطر وحيد اما في صفه او عموده وهكذا. تمام؟ اذا لاحظوا كتبت لكن هي ناخذ مثال اخر. هذا المثال إذا لم يكن الحل أمثل، يعني لم يكن عدد المستقيمات بيساوي رتبة المصفوفة، شو حنساوي؟ تمام؟ إذا هذا مثال آخر، لاحظوا في عندي جدول تخصيص، عندي أربع مشاريع وعندي أربع مدراء. تمام؟ بدي أخصصهم حسب الطريقة الهنغارية. تمام؟ حسب الطريقة الهنغارية. معي الكل؟ الكل معي؟ يلا. الآن أول خطوة مصفوفة طرح الصفوف، تعالوا نشوف الصف الأول أقل قيمة موجودة في الصف الأول هي الواحد، إذا حأطرح باقي قيم الصف الأول من أقل قيمة موجودة فيه اللي هي الواحد. 3 ناقص 1 2 5 ناقص 1 4 7 ناقص 1 6 1 ناقص 1 0. انتقل إلى الصف الثاني. الصدر الثاني أقل قيمة موجودة فيه هي 8، إذا حأطرح من مدار القيم للصف الثاني 9 ناقص 8 1، 8 ناقص 8 0، 12 ناقص 8 4، و10 ناقص 8 2. الصف الثالث أقل قيمة موجودة فيه هي 2، إذا سأطرح منه باقي القيم 13 ناقص 2 11، 8 ناقص 2 6، 14 ناقص 2 12، و2 ناقص 2 0. السطر الأخير أقل قيمة هي 5، هأطرح منه باقي القيم. تمام؟ 5 ناقص 5 0، 7 ناقص 5 2، 10 ناقص 5 5، و6 ناقص 5 1. انتهيت من مصفوفة طرح الصفوف. بنتقل إلى مصفوفة طرح الأعمدة، طبعا من المصفوفة الأخيرة. أقل قيمة موجودة في العمود الأول هي الصفر، فإذا لا يتغير. ليش؟ لأنه حأطرح كل القيم من صفر. 2 ناقص صفر 2 حيضل 2، 1 11 صفر. العمود الثاني أقل قيمة أيضا صفر، إذا حيبقى كما هو 4 لأنه حأطرح كله من صفر، 6 2. العمود الثالث أقل قيمة هي الأربعة، رح أطرح منها باقي القيم 6 ناقص 4 2، 4 ناقص 4 0، 12 ناقص 4 8. تمام؟ و5 ناقص 4 1. تمام؟ العمود الأخير كله أصفار، في أصفار لاحظوا، ما حيتغير لأنه أقل قيمة هي الصفر، وحأطرح منه باقي القيم 2 0 1. تمام؟ انتهينا من مصفوفة طرح الصفوف ومصفوفة طرح الأعمدة. الآن من مصفوفة طرح الأعمدة اللي هي بالأزرق، حغطي أكبر عدد ممكن من الأصفار
بمستقيمات أفقية وعمودية معا. إذا لاحظوا هاي هي المصفوفة الأخيرة اللي طلعت معنا، مصفوف طرح الأعمدة، تمام. إذا لاحظوا وين في عندي؟ عندي بالسطر الثاني صفرين والعمود الرابع صفرين، فبغطي يا السطر يا العمود، ما بتفرق. هغطي السطر الرابع، السطر الثاني عفوا، لاحظوا، تمام. وين في عندي لسه صفرين أو أصفار أكثر عدد؟ في عندي العمود الرابع فيه صفرين، لاحظوا، بغطيه. وين في عندي لسه أصفار؟ عندي العمود الأول أو السطر الرابع، ما بتفرق، هغطيه بهذا الشكل. المهم أنا غطيت أعمدة وأصفار، تمام؟ لسه في عندنا أصفار؟ ما عندنا أصفار، خلصوا. خلصوا. الآن بدي أشوف الحل الأمثل، يا ترى هل هذا الحل أمثل أم لا؟ لاحظوا عدد الأسطر أو عدد المستقيمات اللي غطت الأصفار قديش؟ ثلاثة. وقديش رتبة المصفوفة عندي؟ أربعة. إذا لا يساوي. إذا الحل غير أمثل، وبدي أطوره الآن، غير أمثل. إذا الآن شو حأعمل؟ شو حأعمل الآن؟ لاحظوا، بقى هون مثل ما أنا. هلا أنا هدفي الآن بدي زيد عدد الأصفار بالمصفوفة، تمام؟ يعني أنا بدي زيد عدد القيم الصفرية، ف يعني حتى أغطي بأكبر عدد ممكن يعني، وبالتالي يطلع عندي أربع أسطر أو أربع مستقيمات، بس هون عندي ثلاثة، إذا هون بدي زيد عدد القيم الصفرية، تمام؟ شو بعمل؟ مثل ما انا هلا موجود ببحث عن اقل قيمه غير مغطاه بالمستقيمات، يعني هون في عندي قيم غير مغطاه. وين اقل قيمه غير مغطاه؟ هي الواحد، صح؟ غير مغطاه هي الواحد، تمام. معناها هي القيمه الواحد حاطرحها من باقي القيم غير المغطاه، أضيف إلى نقاط التقاطع، تقاطع المستقيمات. إذا برجع بعيد، الحل غير أمثل، يتوجب إضافة أو زيادة عدد الأصفار. كيف؟ حأبحث في عن أو حأختار أقل قيمة غير مغطاة بالمستقيمات. وين أقل قيمة؟ هي الواحد. هي الواحد حأطرحها من باقي القيم غير المغطاة، أضيفها لنقاط التقاطع المستقيمة، أضيفها لهون وهون. يعني هلا الواحد هي 4 ناقص 1 3، 2 ناقص 1 1، هي القيم الغير مغطاة، 6 ناقص 1 5، 8 ناقص 1 7، 2 ناقص 1 1، 1 ناقص 1 0، أي زدنا 0 هون بقى، تمام؟ حضيفها لنقاط التقاطع، 2 زائد 1 صار هون 3، تمام؟ 1 زائد 1 هون صاروا 2، تمام؟ لا، هلا بشيل المستقيمات، بكتب المصفوفة الجديدة هي على جنب وبغطي، تمام؟ مو من هون أنا بغطي، إذا بدي أكتبها لهي المصفوفة على جنب وغطي من جديد، تمام. اذا لاحظوا فاكتبها على جنب وغطي من جديد، تمام. لاحظوا هي هي المصفوفة الجديدة وغطيتها. لاحظوا اول شيء غطيت هون، في عندي صفرين، تمام، وهون في عندي صفرين، وانا هون في عندي صفرين. ما بصير انا اغطي هذا بعمود وهذا بعمود، لان المبدا تغطيه اكبر عدد من الاصفار اولا، فلذلك السطر الاخير في عندي صفرين، فبغطيه. يعني ما بغطي هون عمود وهون عمود لحتى اقول لا، تمام. اذا اول شيء بشوف الاسطر، يعني الأفضلية للأسطر أو الأعمدة التي فيها أكبر عدد ممكن من الأصفار وغطيها، تمام؟ إذا لاحظوا ما زال الحل غير أمثل، مضبوط؟ عدد المستقيمات هي 3 ورتبة المصفوفة 4 من جديد،
حأبحث عن أقل قيمة غير مغطاة، إذا كمان بدي أزيد عدد الأصفار. أقل قيمة غير مغطاة شو هي؟ الواحد. هي الواحد حأطرحها من باقي القيم غير المغطاة وحضيفها لنقاط التقاطع. إذا 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 1 2، 1 ناقص 1 0، 11 ناقص 1 10، 5 ناقص 1 4، 7 ناقص 1 6. وحضيفها لهون 1 زائد 1 2، وهون 3 زائد 1 4. صار عندي مصفوفة جديدة، اكتبها أيضا على جنب وبغطيها. لاحظوا أول شيء بغطي وين في عندي أكبر عدد ممكن من الأصفار. أولا عندي هون، لاحظوا العمود الثالث في عندي 3 أصفار. هلا وين في عندي لسه كمان؟ في عندي العمود الرابع، تمام، وفي عندي هون سطر رابع وهون سطر ثاني. لاحظوا شو صار عندي؟ عدد مستقيمات 4. وقديش رتبة المصفوفين؟ 4. الآن صار الحل أمثل، تمام. إذا نضل بعيد حتى يصير عدد الخطوط المستقيمة مساويا لعدد الأصفار وعدد العاملين، أو عدد العاملين، تمام. إذا الآن في نقوم بعملية التخصيص، يعني من هي المصفوفة آخر وحدة تقوم بالتخصيص. كيف؟ مثل ما تعلمنا، أبحث عن صفر وحيد في صفه أو عموده. وين في عندي صفر وحيد؟ لاحظوا وين في عندي صفر وحيد؟ لاحظوا العمود الأول عندي صفر وحيد هون، هاد بيمثل لي دي واحد. إذا بظل صفر أربعة وعمود واحد، من جديد ببحث عن صفر وحيد. لاحظوا هون بالسي ثلاثة في عندي صفر وحيد بيمثل لي سي أربعة، تمام، وبظل سطر سي وعمود أربعة. من جديد في عندي السطر الأول صفر وحيد، لاحظوا هون اللي بيمثل لي A ثلاثة، A ثلاثة، ظل عندي صفر أخير هو بيمثل لي B أو B اثنين. إذا تخصيص المدير B للمشروع 2، تمام. برجع للمصفوفة الأساسية، الآن انتهت عملية التخصيص، برجع للمصفوفة الأساسية، تمام، بحصر التكاليف. دي إذا خصصته للمدير دي للمشروع واحد قديش حيكلفني؟ 5. برجع للمصفوفة الأساسية، زائد بي للمشروع 4، سي 4 حيكلفني 2، زائد A للمشروع 3 حيكلفني 7، زائد أخيرا B للمشروع 2 حيكلفني 8، تمام. بجمع التكاليف الكلية وحتطلع عندي 22. انتهت عملية التخصيص. واضحة شباب؟ الطريقة الهنغارية. إذا هي طريقة بسيطة طبعا. إذا هي 22، لاحظوا. طبعا في عنا الحالات الخاصة لمشاكل التخصيص، ما حطالبكم فيها، غير مطلوبة، هي الحالات الخاصة لمشاكل التخصيص. هي طبعا بسيطة وسهلة. هي كل بحوث العمليات بتعتمد على تكرار الخطوات،
يعني انت بس تحفظ او تفهم الخطوه الاولى كطرق، فبصير هي تكرار. يعني الهدف بالنهايه هي الوصول الى الحل الامثل، وحتى اوصل للحل الامثل هي عمليه تكرار خطوات لا اكثر ولا اقل. في عندنا سؤال. خذوا بريك هلا ونلتقي بالمحاضرة القادمة لصفوف الانتظار. طيب، إلى اللقاء.